يصلي الرواتب جالسا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يا عائشة لقد حطمني الناس. يقول عمر دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس يصلي على وهو جالس، فقلت شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود يا عمر. قال وأي شيء شيبك فيها؟ قال قول الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم دخلت عليه فاطمة فضمها صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة لن يكون في أمتي أحد ولا امرأة من بعدك أشد بلاء ومصيبة منك حينما أموت، فاصبري يا فاطمة، اصبري يا فاطمة. فقالت رضي الله عنها الله المستعان الله المستعان. بقي 13 يوما ونزل على رسول الله، اسمعوا آخر آية نزلت على رسولكم، تأملوها وتخيلوا أن هذه اللحظة هي آخر لحظات حياتكم وأعماركم. نزل عليه وختم القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخذ النبي يفكر وهو جالس يتذكر يوم قالت قريش عنه مذمما، ويتذكر يوم طردوه من بلده، ويتذكر يوم أحد، يوم قتل حمزة وقتل 70 من أولئك المؤمنون، يتذكر يوم اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتذكر أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رسول الله خذوني إلى شهداء أحد. يقول أبو مويهبة فأسرجت له دابة فركبها في ليل دامس فوقف عند شهداء أحد كأني به ينظر إلى جبل الرماة وينظر إلى ما فعله أولئك الأوجاس، فإذا برسول الله يقف عند الشهداء ويقول لهم السلام عليكم أنتم السابقون وأنا بكم لاحق وأنا بكم لاحق. ثم يبكي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة فقلت ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال إنني اشتقت لإخواني. قال أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أسألكم بالله هل في قلوبنا شوق وحنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقف على أهل البقيع ويسلم عليهم يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فمرض النبي، مرض عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يخرج يصلي بالناس، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. وأبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس مرة من المرات أنه يستطيع أن يصلي بالناس، فقال احملوني إلى المسجد. يقول فرفعناه، رفعه الفضل بن العباس ورفعه عليه، فأخذناه إلى المسجد وصلى صلى الله عليه وسلم وأتم بأبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله إلا أن يأتم كل نبي برجل من أمته حتى يحمل الرسالة من بعده. اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم ونادى زوجاته، وكانت الليلة الأخيرة ليلة ميمونة، فاستأذنهم أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فدخل عليه علي والفضل وحملاه، والناس ينظرون. أخرجوه من بيت ميمونة إلى حجرة عائشة، فقلق الناس على رسولهم وإمامهم ونبيهم،
صلى الله عليه وسلم ودخل عند عائشة وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. تقول عائشة فوضع رأسه على صدري وأخذت أمسح عرقه بيده لأنها أكرم وأطهر من يدي، وتقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فنزع يدها وقال لها لا تفعلي. كان ذلك في المدة، يعني الآن هذا وقت موت، فعرفت أنه ميت. تقول رضي الله عنها تقول والمسجد كان مليئا وأصوات الناس ترتفع بالبكاء خائفون على رسول الله، فقال ما هذا الصوت؟ قالت صوت الناس في المسجد يخافون عليك. قال صبوا علي ماء، وصبوا عليه 7 قرب من شدة الألم والمرض، وحملوه إلى المنبر، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وسكت الناس وكشف عن وجهه، فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف، وقال يا أيها الناس بلغني أنكم خائفون علي. أيها الناس، موعدي معكم ليس هنا في الدنيا، إنما موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم وأن تهلككم كما أهلكتهم. وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله فاختار الرفيق الأعلى، فما فهم الصحابة شيئا من كلامه، ففهم أبو بكر أنه يودع، فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال فدتك نفسي، فديتك بأبي، فديتك بأمي، فديتك بمالي، فديتك بكل ما أملك. فأسكت الناس الصديق، قالوا اسكت يا أبا بكر. فغضب النبي قال دعوا لي صاحبي، ما لكم ولأبي بكر، والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر، فإنني لم أستطع أن أجازيه، وإنني تركت جزاءه على الله. اتركوا لي صاحبي، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر فإن جزاءه عند الله جل وعلا. أيها الناس، من أخذت من ماله فهذا مالي، ومن جلدت ظهره فهذا ظهري، ومن مسست عرضه فهذا عرضي. فقام عكاشة فقال أنا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني، وإني أريد أن أقتص منك. فرفع ثوبه على المنبر قال قم فخذ حقك مني. فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل، فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وضمه وبكى صلى الله على رسول الله. ثم قال رسول الله ويختم أيها الناس الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة، يا أمة محمد هذه وصية رسولكم، يا من تركتم الصلاة أسألكم بالله خذوها وصية من رسول الله قبل موته. الله الله بالصلاة، الله الله بالصلاة. ثم قال الله الله في صلة أرحامكم، الله الله في نسائكم، أوصيكم بالنساء خيرا وأوصيكم بالأنصار خيرا. يا أيها الناس،
إنما أنا بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني لا أنفع ولا أضر. ثم أخذ يرفع يده ويدعو: آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله، رفعكم الله. ثم قال: أيها الناس، اسمعوها أيها الناس، قال: بلغوا عني السلام، وبلغوا مني السلام، كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك، وبلغتنا سنتك، ووصل إلينا هديك، وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك. صلى الله عليك يا رسول الله، لك منا السلام، ومن أبنائنا ونسائنا نفديك بأرواحنا.